باسمي رئيس اللجنة المنظمة ورئيس فريق الحاتم واسم زملائي اللي في اللجنة وأعضاء فريق الحاتم، نرحب الفرق المشاركة والضيوف الموجودين ونعتذر على التأخير. حنا عندنا إجراءات، كنا نتمنى الجميع يساعدنا ويحضر بدري، لكن العالم تأخروا علينا، فعشان كذا حنا تأخرنا. قبل ما نبدأ القرعة حاب أوضح بعض الأمور. الإجراءات اللي احنا سويناها حماية للجنة المنظمة من أي تزوير، وحماية للفرق أن كل واحد يأخذ حقه. كل الفرق شفنا المراحل اللي مرت من إجراءات رسوم ومن إجراءات الكشوفات. حاب أوضح نقطة في فئة الأولمبي وفئة الشباب. أول شيء، أنا قبل ما أطبق النظام على الجميع أنا طبقته على فريقي. هذا كشف الحاتم فريق الأولمبي كامل مكمل، ما في لا إضافة ولا أبغى أضيف أي لاعب بعد، عشان الكل يكون في الصورة. قبل أنا ما أجبر الناس على حاجة، لازم أجبر فريقي أنه يلتزم بالشيء هذا. هذا كشف الحاتم، 22 لاعب ما فيهم ولا لاعب إعارة. وهذا كشف الشباب، حوالي 18 لاعب فيهم 3 لعيبة إعارة. أنا كملته قبل ما أطلب الناس أن تكمل في كشوفاتها. هذا بس للتوضيح عشان الناس اللي حست أنه في شوية تعقيد في بعض الأمور. الحاتم هنشوف الآن حيكون في أي مجموعة. في المجموعة الثانية الحاتم من المستوى الأول حيكون على رأس المجموعة الثانية، أكاديمية المزروعي. نشوف الآن حيكون في أي مجموعة. أكاديمية المزروع هيكون على رأس المجموعة السادسة، على رأس المجموعة السادسة اللون الأخضر. نشوف الآن فرق المستوى الثالث. الراقي 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 هيكون في أي مجموعة؟ هيكون في المجموعة الخامسة. فريق الراقي حيكون في المجموعة الخامسة. فريق برش الزاهر، فريق برش الزاهر الآن حنشوف أي مجموعة حيكون، إما المجموعة الأولى أو المجموعة الرابعة. برش الزاهر حيكون في المجموعة الأولى اللي تضم الطموح وعين مكة. فريق أكاديمية الأواكس حيكون الآن في أي مجموعة؟ فريق أكاديمية الأواكس في المجموعة الثالثة اللي حيكون معانا في فئة الأولمبي، حيكون طبعا في المجموعة الثانية. أولمبي النقابة، أولمبي النقابة حيكون في المجموعة الثانية. الكل شاهد التنظيم، والكل شاهد القرعة، والكل شاهد جمال القرعة وكيف كان التنظيم، يعني جدا ممتاز، وإن شاء الله أنها تكون منافسة قوية. والفرق اللجنة المنظمة هي اختارت المستويات من حيث قوة الفرق، وإن شاء الله أنها تكون بطولة مشرفة. إن شاء الله نوعدهم بالحضور والدعم، والله يوفق الجميع. في نهاية الأمر أشكر تجرك معنا، شكرا اللي تحت الفتح لنا. عزاك خير، رحم الله ولدك. سر ماهر فيك أخوي مختار، ورحب في السادة المشاهدين على قناة بروبا زيدان، واتمنى التوفيق لكم ان شاء الله في البطوله، كما اتمنى التوفيق لبطوله الحاتم تحت رابطه مكه المكرمه، واسال الله انه الله يوفقهم وان شاء الله نكون عون لهم في هذه البطوله. كل ما عمل منظم، عمل مرتب، يعني كما عودونا ابناء الحاتم، يعني صراحه من البدايه كان العمل مرتب، الى الاجتماع الثاني ايضا الامور كانت جيده، ووضعت القرعه، والحمد لله ان شاء الله ما بقي الا تبدا البطوله ان شاء الله وتظهر البطوله بشكل هذا. والله قرعه بصراحه، يعني ما ادري ايش اقول لك، لكن اتوقع انه المجموعه مجموعه نجوم الدائم يعني صعبه صعبه، لانه فيها ديربي وحنا فروق الشرائع مطاردتنا من ايام دوري الرابطه، فالله يخرجنا بس باذن الله باذن الله. اول حاجه يعني فريق الرواد يعني فريق كبير وله اسمه في الفئات هذه ورعد نفس الطريقه. بالنسبه لنجوم الدائم، اكاديميه نجوم الدائم تاسست قريب، يعني
قريب بدأنا نهتم بالفئات هذه، لكن إن شاء الله بإذن الله يكون لهم كلمة ويظهروا بمستوى كما ظهروا بنجوم مدائن الفريق الأول سابقا في البطولات. حاجة أقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نتمنى التوفيق لأفراد أفراد اللجنة المنظمة في بطولة الحاتم في أول بطولة لهم. صراحة ما شاء الله كان عمل مميز، القرعة مشيت الحمد لله بسلاسة بشكل كبير، في تكافؤ في المجموعات. نتمنى إن شاء الله أن البطولة تكون قوية وتكون إن شاء الله حسب التطلعات اللي راسمين لها إن شاء الله اللجنة المنظمة. صراحة يعني في مجموعة كبيرة من الفرق المتميزة في البطولة، في بعض الفرق اللي لها باع طويل في الفئات السنية، إن شاء الله تكون لهم تكون البطولة هذه بالنسبة لهم مكسب وحاجة يعني يطلعوا فيها طاقات الشباب اللي عندهم. صراحة في بعض الفرق جديدة أول مرة يعني أنا أسمع عنها وأول مرة أشوفها، نتمنى أن تكون هذه البطولة انطلاقة وانطلاقة قوية لهم للبطولات المكاوية القادمة إن شاء الله. من دحين من قبل البطولة نحن نسقنا مع مجموعة حكام الكويسين، وبإذن الله حينجحونا للبطولة والبطولة حتكون على أكمل وجه بإذن الله. الدورة الأولى للحاتم للفئات السنية، بماذا تعدون الشارع المكاوي الرياضي في هذه البطولة بإذن الله تعالى؟ بإذن الله نقول هذه أول بطولة وإن شاء الله بتكون نجاح لنا ولأهل مكة كلهم بإذن الله، وإن شاء الله حنقدم كل الأمور اللي تحتاجها الفئات السنية، وإن شاء الله الأمور حنكملها بأكمل وجه وتكون أول بطولة، وإن شاء الله نوصل لمية بطولة. أحييكم وحيي جميع الفرق اللي جات، والصراحة يعني جات في وقت بطولة أولى وحساسة لبطولة الحاتم، فنشكرهم يعني على حضورهم، والحمد لله يعني عدد مميز جاء عدد كويس، ونقول إن شاء الله للفرق الباقية يكونوا متواصلين إن شاء الله في البطولات القادمة. نقول إن شاء الله والله الفكرة من البطولة دورة الحاتم للفئات السنية، لأنه فريق الحاتم بدأ من سياسة الفريق كانت إنه يكون فئات سنية، فحبينا يعني تكون كل الفرق يعني يكون في حماس لهذه الفئة فئات السنية. صراحة الفئات السنية لنا أكثر من 5 سنوات 6 سنوات ما عاد في بطولات ملعب 11-11 للفئات السنية، فحبينا يعني نزيد الفرق حماس إنهم يسجلوا لعيبة فئات سنية ويشاركوا معانا في الفئات السنية، وهذا كان هو أساس الفكرة. يعني الحمد لله عندي فئتين شباب وشباب أولمبي، وفي عندي ترى فئة أصغر منهم كمان، بس حبينا يعني نخليهم يشاركوا نعطي فرصة للشباب، وهذا هدف البطولة مشاركة الشباب والصغار السن في البطولة. إن شاء الله بإذن الله بإذن الله نحن نكون عند ثقة الناس اللي جات وشاركت وثقت فينا إن شاء الله. أنا راح أوعد أول شيء أطلب من الجميع من جميع الفرق إنهم هم هيكونوا متعاونين معانا مع اللجان حقة البطولة، وبإذن الله بإذن الله حتكون دورة زي ما سبقت الأولوية إنها أول دورة فئات رسمية فئات سنية رسمية على مستوى روابط الأحياء في المملكة، بإذن الله إنها تكون على مستوى الحدث وتليق بشباب مكة وتظهر الوجه الحقيقي لشباب مكة في الأمور التنظيمية والأمور الفنية والأمور هذه بكاملة. الشيء اللي أنا أقدر أقوله إنه بإذن الله ترقبوا بطولة بطولة بمعنى الكلمة. الأستاذ عيسى عسيري، بما أنك رئيس فريق الحاتم ورئيس اللجنة المنظمة، ما سر اعتماد فريق الحاتم على الفئات السنية وأول بطولة لفريق الحاتم للفئات السنية؟ والله صراحة إحنا أغلب مجموعتنا كلهم فئات سنية، فقلنا لازم من إحنا الفئات السنية، عارف الفئة السنية لابد من كثرة مباريات عشان يقدر يتمرس، فشفنا تواصلنا مع الرابطة تواصلنا، ما في بطولة رسمية ما في بطولة فئات سنية في ملعب 11-11 وهذا، فإحنا بدينا رغبتنا في الشيء هذا وما قصروا الرابطة، جاوبوا معانا وأبدوا موافقتهم وأعطونا الموافقة في الشيء هذا والحمد لله أعلننا، ونسأل الله التوفيق. هذه يعني اللي صار هذه مرحلة أولى وباقي مراحل أهم، وبإذن الله نحن حنظهر بصورة مميزة.